سلمى، ومحطتنا الأخيرة رح تكون بعالم المواهب السورية الشابة. ضيفتنا جتنا من اللاذقية وعندها موهبة خاصة بالبورتري والرسم على الخشب. رح نتعرف على موهبتها أكثر، وبيسعدنا أكيد نرحب بالفنانة التشكيلية راما مهنا، وهي أيضا مصممة جرافيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. كيف اللاذقية هلا بهالجو وهالطقس بالبداية؟ شوب شوب شوب. بس اكيد بدنا نقول لكل الناس اللي ما طلع يطلع هلا، اكيد ياخذ له شويه هيك جو البحر الحلو. اكيد اكيد كثير بينبسطوا. اكيد دراما، خلينا نبلش شوي بموهبتك. انت بتجمعي بين الفن كموهبه واكاديمي، نحكي اكثر. هلا انا فتت كليه فنون جميله، برسم من صغري. اكثر شيء كنت احبه هو رسم البورتريه، يلي هو رسم الوجوه بطريقه واقعيه. بعدين كوني اختصيت انا جرافيك ديزاينر، صرت احوله لصوره. يعني مثلا اجيب الصوره حقيقيه، احاول اني ارسم الاوتلاين تبعها بطريقه معينه، احولها لبوسترات، احاول اني اعطي فكره بالبورتريه. بلشت فيه بالرصاص، بالفحم، على دفاتر الرسم العاديه، خربشي على الحيطان. بعدين انتقلت للوحات الزيتيه. اخر شيء حبيت الخشب، الخشب كثير حلو. مو بس رسمت عليه، حفرت عليه، قصيته قص ليزر كمان، صرت حتى اعمله ودخله بالديكورات الداخليه. يعني ما وقفت عند حد انه والله ورقه وقلم. يعني راما، لما نحكي عن فن البورتريه فمجاله كتير واسع، ودائما لما نحن يلفتنا شخص معين بيكون عنده وجه خاص. خلينا نحكي من اكثر هيك الاشخاص اللي بتحبي ترسميها كبورتريه. هلا اكيد فيروز، اكيد تمام. هلا كمان عم نشوف نحن شوي من اعمالك. فيروز كثير بتعني لي، يعني حتى في كثير لوحات لها حرق على الخشب. يعني في بتحسي كتاب البوستر لازم يكون معه كتابه، فبتحسي اغانيها اكثر شيء انه ممكن تستفيدي منهم. يعني تماما، يعني كثير ظريف تطلع حلوه. يعني راما، شكلك بيوحي بعمر صغير، ولكن يمكن خطوطك بالفن بتوحي بخبرة جميلة جسديه بمختلف الأشكال اللي بترسمي فيها. هذا الشيء خلاك تشاركي يمكن بمعارض ومعارض جماعية ومعارض فردية، خلينا نحكي شوي عنها. هلا أنا بلشت بعمر صغير، بعمر 16. اشتركت أكيد بمعارض ضمن الكلية، أنا درست كليتي هون بدمشق. في كانت معارض تقام ضمن الكلية، كنت كتير حب معارض الربيع وهالقصص هاي اللي بتصير. لما تخرجت رحت فوراً عملت معرض فردي عندنا بجبلة، مدينتي بالمحافظة اللاذقية، سميته ولادة لوحة، إنه أنا طلعت بشيء جديد من الشام أخذته على اللاذقية. كل سنة بنفس اليوم بعمل معرض. طبعاً اشتركت بمعارض جماعية باللاذقية وهيك، كلها بعمر 17-18، يعني هلا عمري 26 الحمد لله، عامله شيء 10 معارض. العمر كله مثل ما قالت سلمى، بعدك بعمر صغير، وبعمر صغير وعم درس كمان، عندك تجربه بالتدريس، خلينا نحكي عنها اكثر. هلا انا بلشت بطالبين، كنت كثير خايفه من الموضوع، يعني اقعد احضر لهم، يعني انه شو بدي اعطيهم. ممكن هلا انت مثلا اكيد بالك انه مثلا هذه الرسمه سهله، بس تعالي ارسميها. ممكن يجي طفل صغير يقول لك ارسمي لي مثلا شغله انت اجباري بدك تشوفي صورتها. يعني فكثير حسيت انا انه موضوع الرسم كان عندنا شوي هيك مظلوم شوي، بتلاقي الواحد لا باخذ دوره رياضيات، باخذ كذا. اشتغلت على حالي، اشتغلت على طلابي، صرت اعطي اعمال كبيره كمان. شوي شوي اتشجعت، صرت احب اني مارس هدول. مثلا تلاقي واحد كبير بالعمر او وحده ست، يعني كان عندها موهبة وهي صغيرة، بعدين انقتلت موهبتها مثلا، حاول اني ارجع على الرسم. وكثير عم نعمل تجارب حلوة بمدينتنا. يعني هي مهمة ما أنا سهلة ابدا ابدا. بشكل عام التعامل مع الاشخاص وقت واحد يدخل مجال التدريس ما أنا شيء سهل، كيف اذا كنا عم ندرس الفن اللي هو بده موهبة. خلينا كتير نحكي شوي عن هي التجربة بحد ذاتها، اليوم انك تدخلي لجوات الاشخاص، تحاولي تطلعي الموهبه مثل ما قلتي اللي كانت جواتهم سوا، او تدربي الاطفال الصغار اللي لسه عم تتشكل موهبتهم. هلا طبعا الكليه كثير فادتني، يعني الكليه بتعطيكي مبادئ معينه انك تمشي عليها. يعني احيانا انت عندك موهبه اوكي، بس مو الفكره يكون عندك موهبه، الفكره انك تكوني انت تقدري توصلي معلومتك. احيانا بيكون المجتهد افضل من الذكي.
ففي قواعد معينه برسم البورتري، برسم المناظر الطبيعيه، خطوط اساسيه بتفهمي انه اول شيء بالالوان الخشبيه، بعدين المائيه بالزيتيه الى اخره. حتى الكبار انت بدك تدوري على الشيء اللي هن كانوا يحبوه، بتدرسي شخصيتهم بعدين بدك تمارسي يعني هالموضوع. رغم كنا عم نحكي انه من شوي دخلتي البورتري بعالم الديكور، ودائما لمستك الفنيه والانثويه عم تكون موجوده، خلينا نحكي عن نشاطك بهذا الموضوع، نشاط الديكور. هلا انا مثلا كيف افكر انه انا عندي بيت معين او منشاه نحن فرضا بدنا نعمل لها ديكور داخلي، فانا بحاول اني استوحي من شيء من التقاليد اللي عندنا فرضا، مو ضروري بسوريا يعني بالوطن العربي بشكل عام. مثلا صوره فيروز قديش حلو مثلا يكون معهد موسيقى وصوره فيروز محفوره على الحيط فرضا، فبحاول قد ما فيني انها تكون باكثر من تقنيه، يعني ممكن ننحتها بالحجر، ممكن ننحتها بالخشب، ممكن بوسترات، ممكن طريقه الكولاج حتى هي تعلمتها بالكليه، يعني في كثير قصص ممكن تعمليها حلوه كثير بديكورها. اكيد يعني راما كمان اليوم معنا شيء من اعمالك ومعنا شيء خاص جبتيه هديه للاخباريه السوريه. اول شيء بدنا نشكرك، هي من راما شعار الاخباريه السوريه. اكيد طب شكرا لك، رح تزين الاستوديو صباحنا غير كمان. شكرا لك، وخلينا نحكي شوي عن هي الرسمه، هي طبيعه. هلا هيدا اللي جبتها معي انا كثير بتعني لي، هيدا كنت سنه اولى في الفصل الثاني، خدنا مشروع بالكليه انه نحن بدنا نجيب منظر طبيعي بدنا ندرسه باربع اجزاء. فانا لما شفت الحقيقيه انه قلت انا كيف بدي ارسمها، اكيد في الوان خارقه حتى ترسمه. فبتذكر اني ضليت 3 شهور فيها لهيدا، هي 3 شهور ضليت فتره طويله فيها، فكتر ما حبيتها بروستها يعني صرت شارك فيها بمعاد صغيره بتنحط معي وانا راح. هي مو للبيع نهائيا. طيب خلينا نحكي شوي عن مشاريعك المستقبليه، يعني نشاطاتك متنوعه وواسعه، اليوم كيف بتفكري بالمستقبل؟ كيف بتحبي تطوري راما اكثر واكثر؟ هلا اول شغله حاولت اني انا اعملها اني انشر الشيء اللي انا بعرفه او اللي بحلم فيه. في كثير تأييد لإلي منطقتي، يعني الناس اللي حوالينا اول شيء استهجنت الفكره انه شو رسم، لا بعدين الحمد لله عم يكون في كثير اقبال. مثلا انا عم شوف معارضي، السنه الماضيه كان في شيء 1500 نسمه، وانت عم تحكي عن بلده ضمن محافظه، يعني عم تحكي عن عدد سكاني قليل. ف قد ما فيني عم حاول اني مرس الطلاب موضوع الديكور، كمان اني ادخله اي شغله بعملها يدخل الديكور فيها، وان شاء الله عم نطلع بشيء جديد يعني الحمد لله. ان شاء الله اكيد. يعني اليوم كانت معنا راما نحكي شوي عن تجربه سوريه شابه، يعني دائما الفن هو مثل ما بيقولوا الشيء اللي ما له حدود. وين حدود راما؟ والله ما في حدود. يعني انا من اول ما دخلت على الكليه دائما مثلا اطلع على عتبه فوقي، بس وصل ارجع عتبه فوقها فوقها فوقها، مكبر الاهداف ما عم بقدر. يعني انا كان طموحي انه اول ما فتت على الكليه انه انا افتح مرسم واقعد انه هيك فنجان القهوه اغاني بتعرفي انت. لا بعدين لا، صار بدي اكثر، صار بدي اكثر واكثر، والحمد لله. يعني لما انت عم تشوفي تشجيع، عم تشوفي شيء حلو، تشوفي نجاحات يمكن حتى كمان، يعني بعد كل تجربة. خلينا نحكي بموضوع البورتري نرجع عليه. اليوم بعد تجربتك مثل ما قلنا أنت بلشة بعمر صغير وصرتي عم تدرسي طلاب حتى، شو النصائح اليوم اللي توجهيها لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا؟ يمكن في هلا يمكن سلمى طلاب بكالوريا حابين يدخلوا يمكن على المجال اللي أنت دارسي فيه. هلا أول شغلة بقول لهم إياها إنه ما تخافوا، بتحبوا هذا الفرع رح تفوتوا عليه. يعني في كثير شغلات مثلا انه انا هذا صعب، هذا ما له مستقبل، لا له مستقبل. يعني انا الحمد لله عم بشتغل من الصبح للمساء ما عم لحق. هلا صار في عنا انه شيء للتواصل ضمن البلد، انه انت فيكي تشحني عبر طريق النقليات، يعني فينك انت على الفيسبوك حتى على الواتساب. فهذا الفرع كثير حلو وانا كثير سعيده اني فتت عليه وتخرجت منه وحققت رغبتي حتى بالاختصاص اللي انا فتته، ودكاترتي كثير بحبهم ولحد هلا بذكرهم وفي تواصل. يعني راما انت نموذج بيقولوا الشخص اللي حب شيء وكانت هوايته شيء وكمل ودرس ودرس فيه، وهذا يمكن دائما نحن كل سنه وقت الامتحانات بنستضيف اشخاص من الاخصائيين الاجتماعيين بنحكي معهم عن اهميه انه الشخص يفوت مجال هو بيحبه. طبعاً هذا الشيء دائما بيكون الاساس فيه هو دعم الاهل. خلينا نحكي شوي عن دعم اسرتك، ومعنا والدك بالكواليس عم يتفرج عليك، اكيد بدنا نوجه
بنوجه له تحيه ونقول له اكيد انت هي نظرة الفخر نحن كثير بنسمنا. خلينا نحكي شوي عن دور اهلك ودعمهم لك. هلا انا اول ما قدمت على الكلية ب 2010 كان لسه في عالم كانت مفكرة انه ما في كلية فنون، مفكرة انه ما هاد فنون، مفكرة انه الكلية هي عبارة عن رسم بس، انه انت بالاخير حتصيري انست رسم. تشجيع اهلي هو الاساس اكيد، يعني انه اجا بابا معي على الشام هون وشاف الناس المتخرجة فنون جميلة، فبلشنا نفهم انه هي فيها ديكور، فيها اعلان، فيها حفر، مو بس رسم وتصوير. فالحمد لله كثير لقيت تشجيع من عائلتي، حتى اول معرض لإلي، ثاني معرض لإلي، يعني ما وقفت. فالحمد لله وحد انا هلا طلابي باللاذقيه بمرسمي هلا عم يتدربوا، اكيد هن شايفيني يعني، فانا بنصحهم عن جد بهيدا الفرع وما يتخلوا عنه. يعني رغم احنا قديش بحاجه اليوم عن جد لوجود او تدعيم الفن ببيوتنا، يعني بلش من الخليه الصغيره اللي هي الاسره للاطفال للشباب للصبايا، انه هي الدنيا مو بس طب وهندسه الى اخره، حتى ممكن احنا نستفيد من هاي المواهب، يمكن لنفرغ طاقات، يمكن لنوصل يعني شيء حلو كثير جواتنا. الفكره نحن وصلنا لمرحله انه صار بدنا الشغلات الحاجات، يعني مثل ما بيقولوا هلا موضوع الفن، ما في طبيب، ما في صيدلاني، ما في مهندس غير هو بحاجه الفن بحياته، ان كان طبيب حتى عم نشوف يمكن كنا سلمى كثير نماذج، يعني طبيب وعنده موهبه رسم، عزف، غناء، كثير كثير. يعني انا حتى عندي طلاب اطباء، في عندي طلاب صيادله، حتى هلا انا مثلا كثير عم يجوني اطباء وصيادله ديكورات داخليه، يعني موضوع احرف نافره، رسمات على الحيطان، يعني كثير انا عم ينطلب مني شغلات محافظه العاديه حتى بطرطوس انه عاملين لنا ديكور. واغلب الاطباء على فكره، يعني الطبيب الاسنان عباره عن اول عن اخر نحات، هو صحيح. هو بينحت السن يعني، فعندهم جانب فني كثير كبير وذوق اكيد يعني. اكيد نحن اليوم كنا كثير سعيدين راما بوجودك معنا، سعيدين انه يكون معنا هي البنت السوريه اللي قدرك هيك ترسم خطه بالحياه بالشكل واللون اللي هي بدها اياه واللي بتحبه. شكرا كثير لك راما، بنتمنى لك التوفيق بكل شيء عم تعملي. شكرا لكم. شكرا لك راما، شكرا لك وكل التميز دائما والابداع يضل مرافقك على طول. شكرا لك. شكرا لك سلمى. وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف. ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه يا رب باقي هذا اليوم يحملكم تفاصيل الراحه النفسيه والماديه، ويحملكم يمكن كل الاوقات الحلوه. عم نطلع عليكم كل يوم ببرنامج صباحنا غير بتمام 9 صباحا. تبقي بخير ونهارك سعيد. شكرا سلمى. ونهار سعيد لكل المشاهدية الإخبارية السورية، ومثل العادة اللي ما قدر يحضر هلأ بيقدر يشوف بالإعادة الساعة 1 بالليل، أو يتابع مقتطفات من الحلقة على صفحة الإخبارية على الفيسبوك. لا تنسوا تراسلونا على صفحتنا، البريد الخاص لصباحنا غير على الفيسبوك، لحتى نكون أكيد عم ننقل كل رغباتكم والفقرات يلي بتحبوها ضمن برنامجنا. بقية نهار كلياته أخبار نصر بجبهاتنا مع أبطالنا بالجيش العربي السوري. خلوا عيوكم على الإخبارية لتسمعوا الأخبار الحلوة دائما من الميدان. تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.